الله عليك ما شاء الله. ثانية واحدة بس، المسابقة دي خاطئة. ايه اللي خاطئ؟ انما هو يا دين عمي اصبر، واحد. هو كسب، هو كسب. انما هو دين واحد. دين واحد ايه؟ يعني انت الوحيد اللي بتعارض ودين واحد؟ ما انا عايز بعد اذنك اثبات، لان دي مسابقة والناس يعني هتسمع الكلام ده، فيعني عشان ما نضللش الناس. الله اكبر. انت عندك كم سنة لكل ده؟ 13 سنة. 13 سنة. انا حسين خطيب جمعة من وانا عندي 9 سنين. من وانت عندك 9 سنين؟ اه الحمد لله. الله اكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. حبيب قلبي عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. احنا فريق اسمه صناع السعادة، بنقدم محتوى ديني، بنعمل المسابقة للناس في الشارع، بنسألهم اسئلة واللي يكسب هياخد معانا الالف جنيه دي. ماشي؟ هسألك سؤال انت الاول. اول سؤال بيقول لك ايه هي اكبر آية في القرآن؟ اكبر آية في القرآن آية الدين. ما شاء الله عليك. ضلك سؤالين. تمام. ضلك سؤالين. تاني سؤال بيقول لك ايه هي اكبر سورة في القرآن؟ اكبر سورة في القرآن سورة البقرة. ما شاء الله عليك. اخر سؤال هتكسب معنا على طول. ماشي. ان شاء الله باذن الله. كم عدد الاديان السماوية؟ الاديان السماوية الزبور والتوراة. تمام. والانجيل. تمام. والاسلام. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ثانية واحدة بس، المسابقة اجابة خاطئة. ايه اللي خاطئ؟ انما هو يا عمي اصبر، هو كسب، هو كسب. انما هو دين واحد. دين واحد ايه؟ انت دين قال لك الاربعة، الزبور والانجيل والتوراة والقرآن. ايه اللي ايه؟ اقول لحضرتك انما هو دين واحد، المنزل من عند الله دين واحد. لا انا عايز اثبات على الكلام ده معلش، عشان ايه؟ انت عندك كم سنة قبل اي حاجة؟ 13 سنة. 13 سنة؟ يعني انت الوحيد اللي بتعارض ودين واحد؟ ما انا عايز بعد اذنك اثبات، لان دي مسابقة والناس يعني هتسمع الكلام ده، فيعني عشان ما نضللش الناس معلش. اسمع لقول الله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام. فإنما هو دين واحد، فما نزل على نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله إبراهيم فهذه شرائع وليست أديان. فنبي الله موسى دينه الإسلام وشريعته التوراة، ونبي الله عيسى دينه الإسلام وشريعته الإنجيل، ونبي الله إبراهيم دينه الإسلام وشريعته الحنيفية. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فدينه الإسلام وشريعته الإسلام، وهنا اتحد الدين مع الشريعة. الله أكبر. لا لا لا، أنت إيه ده؟ أنت 13 سنة؟ أيوة. الله أكبر. لا بعد إذنك كده امسك كده. امسك بس أنت. امسك أنت اللي كسبت. جاوبت إيه؟ الله أكبر. إنما هو دين واحد. يعني أنا وكما تعلمت من فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان أن الدين عند الله الإسلام. قال الله حكاية عن نبيه نوح لما قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. نبي الله إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبي الله يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي الله يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي الله سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نبي الله موسى: قال الله حكاية عنه لما قال لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نبي الله عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الجن المسلم، وأنا منا المسلمون، ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما سيد الخلق وحبيب الحق فأنزل الله عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فهو دين واحد. الله أكبر. ما اسمك إيه؟ عبد السلام محمد. عبد السلام يا عم، ده انت احسن من خطبة الجمعة حبيبي، ربنا يبارك. الله اكبر عليك. انت على كده بقى المفروض تخطب بالناس. انا حسين خطيب جمعة من وانا عندي 9 سنين. من وانت عندك 9 سنين؟ اه الحمد لله. الله اكبر. الله اكبر. لا انا يا ريت الناس كلها تقتدي بيك يا ابني. انت بتتعلم بسألك.
مش عيب بسألوا على حاجات يا اخي اقسم بالله انا بدأ انا جسمي اشعر وانا بسمعك انا مش متوقع ومش مصدق ان هو يطلع منك كده. انا بسألكم فكركم رايحين حفلة ولا فرح؟ لا احنا رايحين يعني كنا رايحين نصلي ورايحين بعدها حفلة خدمة القرآن الكريم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. طب انا بس معلش طلب صغير بما ان انا قابلتك النهاردة يعني بما ان الناس دي كلها بتتفرج علينا انا عايزك تقدم رسالة للشباب. رسالة للشباب عايز رسالة كده منك ليهم.